متزوجه وانا لحالي ما بصير تفوت على بيتها بهالطريقه. تفضل اسمعيني يا ابو الناس، اطلع لبرا عم اقول لك انا لحالك. انا طول عمري بسالم والزايحه ما بتطلع مني، بس والله اللي عم تعمليه بيخلي الملاك يصير شيطان. اقسم بالله بقتلك بقتلك، مو مثل قتلات تبع ابوك، لا بقتلك على الخالص. واذا علقت بيني وبين ابني بسببك او كنتي واحد من الاسباب ورحمه اختك بحقي، ولك نزل ايدك نزلها. نزلتها بس تذكري والله العظيم بقتلك. انت ما بيطلع لك تقتل نملة، روح روح اقتل حالك. قال بدي يقتلني، قال انت مشكلتك مع نفسك لا مع الناس ولا مع ابنك الفاشل. وقت اللي بتفشل بتربية ابنك وبتزله بده يزلك. اذا انت تربيتك فاشلة انا شو دخلني؟ ها لك انت من شو مصنوعة؟ من شو مصنوعة؟ انا اكتر حدا بالعالم طيبة. اسمعي اخر كلام، انت اللي بدك تسمع. اذا بتهوي من ناحية هذا البيت بدي اطلب الشرطة. ما رح خليكي تستني تخبي الشرطة. انا اللي رح خبر الشرطة. رح بلغ عن جريمة قتل. شو عم تساوي؟ ربي مرتك عسل ما علي ما شمعتها. لك خلي حالك انت بيتي شمعت؟ لشو انت حالي؟ يا رجل عندك ابني عدوي. ايه بس مو هيك بتنحل الامور يا واسيل. بعدين انت فايت على البيت بغيابي وهي مو على رايدك. يا رجل حرام حرام والله العظيم، الشيء اللي عم يصير حرام حرام بحق الانسانيه وبحق العيله حرام. يا واسيل ابنك انتزع وما في حاجه حدا يحافظوا عليك. لك صدقني لو انا شايف نتيجه كنت بقص لسان اللي عم يحافظوا عليك، بس ما في نتيجه. الولد خربان، عم تفهمني؟ الولد خربان. طيب والحل؟ الحل هو ابنك. ماشي خلي مرتك تحل عن الصبي وانا بعرف كيف اتصرف مع ابني. عجبك هيك؟ لك الف مره قلت لك رح تقلع وما كنت تفهمي علي. عجبتك البهدله؟ خير ان شاء الله، هو اللي تبادل. اذا عادوا مره ثانيه بدي اخبر الشرطه. شوفي جمانة، اذا بدك تضلي ماشي بهالطريق فاقسم بالله بيكون هذا اخر يوم بيناتنا، لانه مره صفرة مثلك انا ما بيشرفني ان تكون مرتي قدام العالم.